ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم كلكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. النهارده هنرسم مع بعض رسمه عنا سهله وبسيطه، يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تتابعوا الفيديو للاخر وتعملوا اشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل اشعار باي فيديو جديد بينزل عندي في القناه. النهارده هنرسم رسمه كده على ايد بنوته صغيره، وطبعا من الحركه وايديها وكده كان في كام حاجه كده مش بتظبط في ايديها، بس عرفنا ان احنا نصلحها ونظبطها. يعني زي ما انتم شايفين كده كان الخط معوج في ايديها، اتظبط وما بقاش باين خالص، يعني الرسمه ظبطته. فطبعا عشان الاطفال بتتحرك كتير وكده، فدي برضو بتبقى مشكله بتواجهنا في رسم الحنه، بس بيبقى الموضوع سهل شويه. يعني لو انت متقنه رسم الحنه بتعرفي تظبطي دنيتك وتاخدي الرسمه